في هذا المسير وفي هذا التحدي. الشوط الرابع بفئة الأبكار المحليات مع 6 كيلومترات، الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول ومن الثاني وحتى السادس، جوائز نقدية. نتابع هذا التحدي، نتابع أيضا هذه الشعارات التي تسجل حضورها في مهرجان اللبسة، وننتقل مباشرة إلى الرباعة في المركز الأول بشعار سمو الشيخ حزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان الصائق المزروعي. والمركز الثاني تأتينا سرابة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسيف بن خلفان الغويص من يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري هو مضمرا، والمتابعة من المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن راشد النعيمي وخليفة بن سالم بن راشد يتولى عملية التضمير. أما المركز الخامس تأتينا هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميسي. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى التي نتابعها في هذا المسير وفي هذه الأمسية الجميلة. نتابع المقدمة وما زلنا نراقب الرباعة فهي تتقدم أيضا بهذا الوزن وبهذا الأصل وبهذا الشعار، شعار سمو الشيخ حزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، هو من يقدم الرباعة في أول المراكز اللي يعلن حضورها ويسجل أيضا حضورها في الشوط الرابع. أما المركز الثاني سرابة تأتينا بالمركز الثاني لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وهناك أيضا سيف بن خلفان القويص يتقدم أيضا مع سرابة بالمركز الثاني. والمتابعة من المركز الثالث تأتينا الطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من أيضا يقدم الطويلة إلى المركز الثالث. والمركز الرابع شاهينية لسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي وخليفة بن سالم بن راشد مع التضمير. أما المركز الخامس حملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميسي متقدما أيضا مع التضمير. هذه إذاعتنا الثانية مشاهدينا الكرام أمام لوحة 4 كيلومترات، يعني قطعنا 2 كيلومتر وما زلنا نراقب 4 كيلومترات التي تحدث أيضا فيها الحنة والرنة والمنافسة القوية في هذا المجال في عالم سباقات الهجن. نعود مرة ثانية إلى الرباعة اللي ما زالت متربعة على عرش المركز الأول بشعار سمو الشيخ حزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، هو من يتقدم إلى الأمام ويعلن وجود الرباعة بالمركز الأول وبهذا الشعار. أما المتابعة من المركز الثاني تأتينا سرابة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسيف بن خلفان الغويص من يتقدم أيضا بالمركز الثاني ويقدم لنا أيضا سرابة ليتابع الرباعة خطوة بخطوة في هذا المحك وفي هذا المساق وفي هذه المنافسة. المركز الثالث تقترب بالطويلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقترب أيضا من المنصة أو من الدائرة الخاصة في هذا الشوط. متابعة من المركز الخامس تأتينا هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي بدأ أيضا يربك المقدمة بهذه الهجمة المركزة. والمركز الخامس سلطة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي، هو من يقدم لنا سلطة في هذا المسير. وأول إذاعة سلطة تأتينا من مركز إلى مركز وعينها أيضا على المراكز الأولى. 3 كيلومترات انفصلا انتصفنا المسافة يا مشاهدين يا متابعين، وغادرنا لوحة 3 كيلومترات مع الرباعة التي بدأت تاخذ زمام الشوط والتوق تركض شمك وتسير قدام ما شاء الله، سيرها إلى الأمام وهي مركزة تركيز جميل على سيارة
سيارة وناموس هذا الشوط وعندها القوة وعندها النشاط وعندها الأصل والفصل، تتقدم بالمركز الأول بشعار سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان. من يتقدم ويغني هيلة مال؟ يا سلام يا سلام. وابن حمرور ايضا يصب ترشيحه ايضا على المركز الاول وعلى هذا الشعار. طيب لكل حادث حديث نحن نتابع المعركه، ما زالت مفتوحه والمباراه مفتوحه، مباراه الهجن في ميدان اللبسه. نتابع المركز الثاني، المركز الثاني تتقدم الان، تتقدم الشاهينيه بالمركز والطويله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. من يتقدم مع طويلة وماخذ طولة أيضا في هذا الميدان، ونحن أيضا نازلين وطالعين ونتابع أيضا في هذا التحدي ماذا يدور بين هذه الشعارات القوية، شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. المركز الثالث سرابة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم سيف بن خلفان بن سيف القويص. هني أيضا سلطة قادمة، سلطة بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي. بدأ أيضا يرسل سلطة إلى المركز الرابع والمركز الخامس. تأتينا هناك أيضا المتابعة من المركز الخامس، وبدأت الإثارة، بدأت القوة هناك حملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيا ومع بن عتيج جرميتي أيضا مياس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منان أيضا يهاجم المقدمة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ولكن لنعود عند الثلاث اللي بهنزان اللقاء، نعم يتنافسن على لقب الشوط والناموس والتتويج، وما زالت الرباعه، ماخذه ايضا المركز الاول، وما زالت منفرده بالمركز الاول لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. احمد بن خلفان بالصاير المزروعي المركز الثاني سرابه لسمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم، وسيم بن خلفان الغويص المركز الثالث هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، واحمد بن سلطان بن رشيد سلطة قادمة أيضا واصلة الليت يرلي عليها الأمر يصدر في الأخير، نعم واصلة، ولكن هناك الرباعة ظاهر أنها حست بالخطورة والهجوم المباغت وتحركت تحرك تلقائي لن تتنازل قيد أنملة عن هذا الموقع مهما كانت الشعارات وقوة الأساطير هي تتواجد في المقدمة. يا سلام يا سلام، روح أيها الجنتلمان وغني هيلة مال. يا سلام على فكرة راعية الشوط في مهرجان رأس الخيمة في مهرجان معلومات بالسيف نعمير يعطينا على الهواء مباشرة صاحبة الشوط في مهرجان رأس الخيمة 2015 وهي تتابع طريق أيضا بالانتصارات المتتالية بهذا الشعار بالإنجازات العديدة، كفة مليء بالترشيحات، سجلها حافل بالانتصارات، تتقدم. وصدقت يا بن حمرور عندما حطيت الترشيح، نعم الرباعة قوله في العهد، نعم الرباعة إلى الأمام، نعم الرباعة تستاهل التصفيق، تستاهل التحية، جماهيرك يا بن الصايغ يشجعونك، وأنت مبدع وأنت أيضا من المبدعين الشاطرين المضمرين الذي تتواجد. سويحان سلام، ناهل سلام لهذا الشعار القادم، استقبلوا هذا الشعار القادم بالورد والرياحين والزعفران والانتصار. سلام يا راعي الرباعة، سلام لسيدي سمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وتحية أيضا لأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان غل هيلة مال في هذا الشوط، وقادر المكان بالانتصار. تهانينا والناموس. المركز الثاني سراب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان راهد المكتوم، المركز الرابع فهناك مياس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الخامس تأتينا سلطة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، استمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا أيضا الرباعة وهي تتربع على عرش المركز الأول من بداية الانطلاق، استلمت المركز الأول وحافظت على هذا الموقع إلى وصولها خط النهاية، بعد ما غادرت خط النهاية انتصرت وسلمت أيضا المركز الأول والناموس.
ايضا للمضمر احمد بن خلفاف السائق المزروعي. التوقيت الزمني التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 9:38 او 6 اجزاء من او 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس المركز الثاني. فهناك الوصول من سرابل اسمه الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم والتوقيت الزمني الذي تحقق بالتاكيد بيكون 9 دقائق لمسافه 6 كيلومترات وكم 44 ثانيه بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس المركز الثالث. المركز الثالث كان من نصيب هملول اللي اسمه الشيخ حمدان بن راهد المكتوم. التوقيت الزمني الذي تحقق 9:46 و4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لكل الفائزين.